هي المرأة تقدر تبدأ اليوغا في الشهر الأول، ولكن هناك تمارينات وطريقة تنفس للولادة خصيصا متغيرة وليست نفسها. احنا عندنا اليوغا بصفة عامة، وعندنا اليوغا مخصص للمرأة الحامل لتحضيرها للولادة. تحضير الولادة لازم تكون وضعية الجنين سليمة، يعني المرأة مرشحة أنها تولد ولادة طبيعية، ولا حتى اللي تكون ربما رايحة للقيصرية تقدر تجي تدير تأهيل للولادة. هو الهدف تاعنا هذا هو هي تجنب عملية القيصرية اللي هي السيزاريان، والثاني تجنب عملية تشريح العجين اللي هي الإبيزيوتومي، يعني نقصوا الاحتمالات بقيمة كبيرة للجوء لهذه العمليات. طيب، ولكن احنا نقولوا انه اثناء الحمل المرأة يكون عليها نوع من التعب، نوع من الجهد كذلك، ولكن لما قوموا بتمارين رياضية هل هذا ما يأثر عليها؟ بالعكس بالعكس، احنا عندنا تمارينات نقوي والعضلات تاعها هذوما، وعندنا تمارينات التنفس. كاين حالات الجنين يكون النمو تاعو داخل الرحم ضعيف، وهذا السبب تاعو هو عدم معرفة التنفس للمرأة. دونك حنا نعلم المرأة كيف تتنفس بطريقة سليمة وصحية ليتطور الجنين في داخل الرحم بطريقة صحية.